مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن النفس وأسرارها. هدفنا من الحلقات دي إننا نوصل للنفس المطمئنة بدرجاتها، لأن هو ده حقيقة مفهوم السعادة، مش مرتبط لا بنقص ولا بالزيادة، مرتبط بالطمأنينة اللي بتتوجد جوانا، طمأنينة ما تتعارضش مع إنك تمر بنقص يوجعك وتحس بسببه بحزن، ولا تتعارض مع تعبك ومجهودك في السعي المستمر، ولا بتتعارض مع طبيعة الدنيا اللي هي دار اختبار وابتلاء أصلا. الطمأنينة دي شعور بيلازم الإنسان في كل حالاته لحد ما تتحول نفسه لنفس مطمئنة. فلو لخصنا الدنيا دي بصراعاتها بالمطلوب مننا فيها، هنلاقي الهدف إننا نوصل للنفس المطمئنة، لكنها مرحلة ما بتجيش لوحدها، محتاجة خطوات نفهم بيها نوصل لها إزاي. النفس ثلاث أنواع رئيسية: أمارة بالسوء، ونفس اللوامة، ونفس مطمئنة. النفس اللوامة هي ضمير الإنسان، نفس مركزيتها ربنا ومنهجها التقوى، وتعرف تميز بين الصح والغلط والحق والباطل، لكن مش معناها أنها عارفة تميز أنها ما بتضعفش. هي بتضعف وبتذنب، لكن بتلوم نفسها وبترجع، فهي بتجاهد طول الوقت أنها تروض أهوائها. مجاهدة مش سهلة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. المجاهدة دي هي بداية طريق النفس المطمئنة. لكن كتير بنفهم معاني النفس اللوامة غلط، وده بيعمل لنا لخبطة وجع في حياتنا. بنخلط بين اللوم والوسوسة، وبين التوبة عن الذنب، وبين جلد الذات، ونتيجة لده بنعيش في وهم إنك إنسان سيء، وبالتالي وهم إن كل حاجة بتحصل لك فهي جزاء ليك تستحقه. وكل ده ملوش علاقة بالنفس اللوامة، وبيمنع الوصول للنفس المطمئنة. فعلشان نطبق نفس اللوامة صح، لازم أولا نستوعب طبيعة النفس البشرية إنها جبلت على الخطأ. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فالأصل إنك بتذنب وتستغفر، وهنا دور النفس اللوامة، ترجعك من الذنب للتوبة، وبتخليك تراجع الصح من الغلط، مش إنك تعنف نفسك على الفكرة إنك إزاي تغلط أصلا، فبتعيش طول الوقت في وجع وتأنيب ضمير مش في محله. متخيل ده مردوده عليك إيه؟ عايش في قلق طول الوقت، ثقتك بنفسك بتتأثر دايما، عايز ترضي اللي حواليك، وبتيجي على نفسك في كل التفاصيل، وما بيعجبش لانك انت مصدر بيهم الاحساس ده، فعايش في حالة من عدم الطمأنينة واللخبطة. وده جانب علاقاتك بقى بربنا، فانت دايما شايف نفسك السيء المذنب، فاكيد مسيطر عليك ان ربنا مش راضي عنك، ومهما كنت عارف ان ربنا غفور ورحيم، فاللي مسيطر جواك ان ذنوبك اكبر، وعدم تقبلك ضعفك اكبر، وعدم رضا الناس اكبر. كل ده لانك مش متقبل فكرة انك تغلط، وان دي طبيعة بشرية. وده نوع. في نوع تاني برضو مش متقبل فكرة الغلط، بس مصدره الانا، انا ما غلطش، أنا ما ذنبش، أنا صح. هو رافض فكرة إن يكون بشر بيغلط، وبالتالي ده بيبقى نفس منهجه في الحكم على الآخرين، مش متقبل أخطائهم، لأن اللي ما بيتقبلش فكرة إنه طبيعي إنه يضعف ويغلط، إنه مش كبير على الغلط، ما بيتقبلش غلط الآخرين. علشان كده كتير من الناس بشكل لا إرادي بيبقى مسيطر عليهم الحكم على غيرهم وكأنهم آلهة، ودي حاجة أكبر وأعظم من الذنب نفسه، لأن الحاجة اللي جواك اللي بتخليك لما تشوف حد عامل ذنب تحس إنك أقوى من إنك تعمله وأفضل منه، فيبقى جواك جزء ولو بسيط من الاحتكار له، ولو مجرد إحساس من غير كلام، حتى لو الظاهر إنك بتوعظ وبتنهي عن غلط. الحاجة دي هي بذرة الكبر، أنا خير منه. الشيطان قالها، وده كان أكبر ذنب ارتكبه ووصله للي هو فيه دلوقتي. في كل الأحوال، سواء إنك شايف نفسك إنسان سيء وحاسس بالذنب طول الوقت، أو إنك مستكبر على إنك تكون بتذنب، فالمشترك فيهم البعد عن فهم طبيعتك البشرية وعن فهم صفات الله وقدراته. ربنا لما قال لنا إن الله يحب التوابين، ما تقلش التائبين. التائب يعني اللي غلط مرة وتاب، لكن التواب يعني اللي بيغلط كتير ويتوب. فتكرار الذنب ما بيمنعكش عن ربنا، يمنعك لو نفسك اللوامة انت مخدرها، فتتحول لنفس أمارة بالسوء، فتستهين بالذنوب، وده اللي اتكلمنا عليه امبارح. لكن القاعدة الأساسية: خير الخطائين التوابون. طبيعتنا وفطرتنا مبنية على اننا نغلط، والحكمة من الغلط، لان الغلط والضعف هو اللي بيعرفك على ربنا اكتر وقدراته، وبيخلي كل انسان يقاوم فتقوى ارادته، وهو الطريق اننا نتعلم. الغلط بيفكرك انك ضعيف فتتخلص من اي كبر، والغلط بيخليك تتقبل اخطاء الاخرين وتبعد عن المثاليات فتتوازن في عطائك وفي احكامك. الغلط هو وسيله، الحكمه منه يقربك لربنا ويعرفك عليه،
ودي نعمة وجود النفس اللوامة اللي بتنقلك من حالة الذنب لحالة التوبة والمعرفة والقرب من الله. وقال العلماء إن اللوم مدته لحظة، مجرد لحظة تفصل فيها بين الصح والغلط وتتوب وتكمل بعدها، لكن الاستمرار في اللوم وجلد الذات فدي وسوسة من الشيطان. هنتكلم بالتفصيل عن النفس اللوامة وأسرارها مع ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في رحله حلقتنا اسرار النفس. ضيفنا النهارده الشيخ محمد ابراهيم من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ محمد. اهلا وسهلا ومرحبا، نفع الله بكم. الله يبارك في حضرتك ويرضيك يا رب. احنا اتكلمنا امبارح عن النفس الاماره بالسوء، وبكره ان شاء الله هنتكلم عن النفس المطمئنه. النهارده النفس اللي بينهم النفس اللوامه يا شيخ محمد، ايه العلاقه اللي بتربط النفس اللوامه بالنفس المطمئنه وبالنفس الاماره بالسوء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومعلمنا حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعينا ومشاهدينا، حياكم الله وأعزكم ويسر لكم وتقبل منا ومنكم، آمين. كما أسلفنا في اللقاءات الماضية وكما ذكر زملاؤنا الأكارم الأماجد من السادة العلماء، النفس كما قلنا نفس واحدة لكنها تتقلب وتتغير وفق إرادة الله ووفق توفيق الله ووفق مشيئة الله تبارك وتعالى. فالنفس اللوامة هي نفس طيبة طاهرة حساسة راقية، واللوم يأتي من شدة الحرص ويأتي من قراءة الأمور قراءة صحيحة جيدة ومعرفة الأمور. فإذا ما كان الإنسان يعني عالما وعارفا ومدركا لحياته وتفاصيلها، للواجب والحرام والحلال والمفروض والسنة وما ينبغي أن يكون والأصول وكل هذه الأمور، تجعل الإنسان يلوم نفسه إن أخطأ أو إن صدر منه ما يعكر الصفو. النفس المطمئنة هي اطمأنت بعد أن لامت نفسها بنفسها، واطمأنت بعد أن سارت على طريق الله وصراطه المستقيم وعلى شرعه القويم وعلى الأصول وعلى الآداب العامة، فاطمأنت. النفس الأمارة بالسوء، وسيذكرها الزملاء الأفاضل الأكارم، هي نفس مزعزعة فيها هلع وفيها فزع وفيها عدم استقرار، لكن النفس المطمئنة استقرت. تبدأ النفس اللوامة ترتبط بأنوار وأسرار مع النفس المطمئنة، والنفس واحدة والإنسان واحد، لكن يتقلب هو الإنسان في أحواله كما قلنا، والقلب إلا أنه يتقلب، وكما قلنا فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. فالطمأنينة في القلب، يعني النفس المطمئنة اطمأن قلب صاحبها. ومتى يطمئن القلب؟ كما نحن نعلم، عندما يذكر الله تبارك وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنفس اللوامة لها صلة قوية جدا بالنفس المطمئنة تنطلق من خلالها. فاطمأنت النفس، اطمأنت بذكر الله، واطمأنت بصنع ما هو مطلوب وبالبعد عن ما هو غير مرغوب وما ينبغي ألا يكون، فاطمأنت. فأصبحت النفس في حساسية شديدة جدا، بمجرد أن يصدر منها ما يعكر الصفو تلوم نفسها على ما صدر منها، تلوم نفسها على، هي تبدأ بالمؤاخذة. وخير المؤاخذات أن يبدأ الإنسان بمؤاخذة نفسه، يعني ما انتظرش الآخرين لما يأخذوه أو القانون لما تطبق عليه،
أو المخالفة الشرعية التي يتسبب في أنه والعياذ بالله ينال عقابا من الله أو عدم رضا من الله عز وجل. طيب الشيخ محمد، اتفضل. فهي سباقة معذرة بمؤاخذة نفسها بنفسها. طيب هي اشمعنى دونا عن كل الأنفس ربنا أقسم بالنفس اللوامة؟ هو الله تبارك وتعالى من جلال النفس اللوامة أقسم بها، يعني لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، لا هنا مش نافية، لا مؤكدة. ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة بعد قسمه بالقيامة وبيوم القيامة. فهذا قسم عظيم، وعندما يقسم الله تعالى بشيء وأقسم بها ونفس وما سواها، ما هو هذا قسم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا، إلى أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عندما تلهم التقوى فهي المطمئنة، فهي اللوامة. عندما يأتي الأمر على غير ذلك فتكون الأمارة بالسوء والعياذ بالله، وممكن يتطرق الوضع كما أسلفنا في لقاءات ماضية، تكون مسوغة ومسولة وتكون نعم تكون فاجرة، فجور، تزيد في الفجور في خصومتها في فجورها، وكلما زاد فجورها والعياذ بالله كلما استسهلت الذنوب. يعني هناك أناس الذنوب عندهم كشرب الماء البارد في الصيف القارس، يعني يذنب، نعم، لا يلقي بالا بذنوب تصدر منه، وربما أكل مال هذا وسفك دم هذا وسب هذا وقذف هذا واغتاب هذا واختلس وسرق وقصر في الواجبات وترك الصلاة ربما ومنع الزكاة، وفي استطاعته يحج ما يحجش، يجي رمضان ما يصومش، خلاص هو انتهى، حط نفسه على تراك إن صح التعبير، وعلى أضبان غلط، على طريق غلط هيودي بيه للهاوية والعياذ بالله. ده طريق الأمارة بالسوء اللي كلمنا عنه امبارح. لكن النفس اللوامة بقى ما تسيبش صاحبها يوصل للحتة دي، عند المفترق تقول له لا أنت رايح فين، لا تلومه. ولوامة صيغة مبالغة، وأدخله حاليا في المجمع اللغة العربية فعالة، أدخلوها ضمن صيغ المبالغة وأسماء الآلة زي شواية ودفاية وغسالة فلوامة كثيرة اللو. اللائم اسم فاعل، اللائمة النفس التي تلوم لومة، واخد بال حضرتك، لكن لوامة كثيرة اللوم. وغير كده ده لوام وحطوا عليها تاء التأنيث التي تعطي المبالغة، كما نقول علامة وفهامة، يعني بنديها ايه بدل ما نقول فلان ده علام يعني علم كبير، نقول له ايه علامة. فتاء التأنيث دي تعطي له قوة ومبالغة في شدة العلم، فلوامة يعطيها القوة في شدة اللوم وكثرة اللوم. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد. نعم. معانا اتصال من استاذه رقيه. اهلا وسهلا يا استاذه رقيه. وعليكم ام السلام. رقيه اهلا وسهلا يا ام رقيه. اهلا بيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ربنا يجازيكم خير كلكم جميعا، القائمين كلهم على البرنامج وكل شيوخنا الافاضل اللي بيجوا لكم، دي اول حاجه انا حابه اشكركم عليها، ربنا يجازينا بيكم الف خير. الله يبارك في حضرتك يا رب، يجازيكي كل انا خير. انا بالنسبه لموضوع الحلقه، يعني انا حابه اتكلم ان انا حاسه ان انا من نفس اللوامه ديت، انا ابتديت افوق لنفسي من ساعه ما عمتي توفت. تمام. عملت كل حاجه في الدنيا، وطبعا ربنا قال ما حدش يجهر بالسوء، دي حاجه بيني وبين ربي اتمنى من ربنا الله يغفرها لي. عمتي لما توفت انا كنت بخاف اخش اصلا على اي حد متوفي نهائي، يعني قلبي مش كده. ربنا اداني القدره ان انا ادخل واقف على غسلها وكده، فاكتشفت ان الدنيا دي ثانيه، مفيش حاجه اكتر من رضا ربنا، والحمد لله يعني ربنا فوقني. حتى الست اللي كانت واقفه على غسلها بقت تقول اتعظوا وتحجبوا وصلوا، يعني من ساعتها لحد النهارده ما شفتش فرق.
يعني الحمد لله حسيتي ان الابتلاء اللي انت مريتي بيه ده عمل لك نقله في نظرتك للدنيا. بالظبط بالظبط، ابتديت افوق لنفسي، ابتديت مثلا كان مثلا ممكن جوزي اخد فلوس من وراه بس بيسالني اقول له اخد، ابتديت اقول لا كده حرام انا مش هعمل كده، ابتديتي رغم ان انا فكره باخدها المحاسبه. اصرفها في البيت. ايوه، ففكره ابتديت المحاسبه مثلا زادت. ابتديت اراجع نفسي بقى، تمام، ف ربنا يبارك لك يا ام رقية. بقعد بس اقول اذكار، حتى في اذكار انا بحس ان ربنا بيديها لي كده ان انا اقولها، يعني زي اللي بيلمني بيها، اقعد اقول سورة الكرسي بحبها جدا وانا بروق وانا بعمل آية بنشر، الكرسي يعني الحاجات الطبيعية بتاعت البيت دي. ابتديت نفسيتي تهدى مع عيالي في البيت، الاول ما كنتش اضربهم ربنا واتنرفز، لا يبارك لك بقيت يا ام مقنوعة رقية. منهم، اخش اتوضى اصلي اقعد اقرا في المصحف، ختمت المصحف مرتين وفي الثالثة اهوت بس جالي العذر الشرعي فمستنية شوية، ربنا بس يبارك ما لك يا قلتش ام رقية. الأذكار. ليكي سؤال محدد يا ام رقية ولا أيوة بتقولي لنا تجربتك؟ لا أنا ليا سؤالين، السؤال اتفضلي. الأول أنا ساعات مثلا إيه بيروح مني صلاة الفجر، لو قمت بقى أي وقت أصليه رغم إن أنا ببقى ظابطة المنبه وفي أوقات كتير جدا بقوم، تمام، وده كان سؤال برضو امبارح في الحلقة. أستمر على كده كده دي المبشرات من ربنا ليا إن هو إن شاء الله يقبلني، أستمر على ده. تاني حاجة أنا عندي ناس من أهلي مش بحب او ما بقتش احب اقعد معاهم علشان خاطر مش بنقعد حابة لازم تقعدي مع نميمة مين معلش؟ مع ناس من اهلي، يعني انا تمام. قرايبي بنقعد بقعد معاهم بحس ان انا بشيل ذنوب بقى، نقعد نتكلم على دي وعلى دوت ونقطع ثروة ده وده، انا ما بقتش بحب ده، فانا لما تجنبهم وابقى قاعدة في بيتي اذكر ربنا واقرا قران وازيك الله يسلمك كده مش كده احسن لي، ولا يبقى عليا وزر صلة الرحم؟ طيب هنرد على حضرتك. حاضر يا رغم مرقية. ان انا عندي خاله قطع الرحم معانا وحاولت ان انا اتواصل معاها هي وعيالها رافضين بكل الوسائل، فانا كده عملت اللي عليا، واسفه ان انا طولت عليكم، انا لا يا ام متاسفه جدا. رقية نورتينا، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. هي طبعا كانت بتنقل تجربتها يا شيخ محمد في فكرة انها لما تعرضت لابتلاء وفاة عمتها ابتدت النفس اللوامة عندها يعني تحاسب نفسها طول الوقت، ده فرق معاها الابتلاء في ده. دي كانت بتنقل تجربتها رقم واحد. رقم اتنين هي بتسأل، بتقول صلاة الفجر بتظبط المنبه بس ساعات ما بتصحاش فبتصليه قضاء، فحكم ده ايه؟ وده كان برضو سؤال امبارح حد سألنا فيه، فحكم ده ايه يا شيخ محمد؟ أولا تجربتها، يعني نتذكر قول الشاعر: من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى، يعني كان الموت أحسن له من الحياة، وكان إنه ما يشوفش أحسن ما يشوف. اللي الذي لم يستفد ولم يأخذ عبرة من أيامه وظروفه وتجاربه. والمؤمن لا يترك نفسه لنفسه وهواها، ولا يترك نفسه للهوى وللشيطان وللملذات والشهوات، لا المؤمن غير كده خالص. هو الإنسان عموما ينبغي أن يكون على درجة عالية، لأنه كرم، ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم وهذا التعظيم له ميزة، ما ينفعش الإنسان يعيش في الحياة وكأنه مش عايش، عايز يأكل ويشرب ويتمتع ويبرطع هنا وهنا، لا مش كده. ما لهذا خلقنا؟ أمال الفرق بيننا وبين يعني الأدغال ومعذرة يعني والمخلوقات الأخرى الفرق بيننا إيه؟ لا، إحنا الإنسان لا يترك، ولا بد وأن يستفيد من المواقف التي تحدث له، ودي ولا بد العبرة من الابتلاءات. هو معنى لوامة، يعني يحاسب الإنسان بضميره اليقظ. معنى نفس لوامة يعني ضمير يقظ، معنى نفس لوامة يعني عقل ناضج، معنى نفس لوامة يعني إنسان وصل إلى أنه يوازن الأمور، ووصل إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون فعدل عنه. فستنا الفاضلة ربنا يبارك في حضرتها استفادت من ما حدث لها وربنا أكرمها. يعني من ناحية ودي كان صلاة الحكمة من الفجر، الابتلاء. وطالما هي نوت أن تصلي وظبطت منبه والمنبه رن وهي يعني متعبة مرهقة، ما تصلي وتستغفر الله، ونسأل الله لها ولنا جميعا أن يوفقنا للالتزام في أداء الفرائض في مواقيتها.
تمام. سؤالها اللي بعد كده بتتكلم عن ان عندها قرايب من قرايبها لما بيقعدوا مع بعض ساعات بيبقى فيه غيبه ونميمه، فبتقول انا مش بحب القعده دي فبعتزلهم اوقات لكن مش قاطعه صله رحمي، فهل دي كده هي عامله اللي عليها تجاههم؟ والله هي طالما انكرت اضعف الايمان ان ينكر الانسان بقلبه، لانه احيانا احنا في تركيبه المجتمع وده حصل معانا كلنا بلا استثناء، يعني مجموعه بتتكلم وخلاص خدت على سيره الناس، الواحد بهدوء كده يوجه وبهدوء كده يبين لهم انه غير راضي، لكن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. النهارده في ناس لو الواحد اعتزلهم هيعمل مشكله اكبر من المشكله الاولى، لكن هي يكفي انها غير راضيه عما يحدث. وبشيء من الود والتودد والمحبه والموده والحكمه العاليه وتاخدها كده بهزار كده وبضحك كده، يعني انه ده غيبه ونميمه وان ده طبعا حرام، لان الغيبه والنميمه دي ده شيء صعب جدا. صعب جدا ان يغتاب الانسان اخاه او ان تغتاب الانسانه اختها، لانه الغيبه دي شيء صعب ومنهي عنها وتاكل الحسنات. طب في الموضوع ده يا شيخ محمد دايما في حاجه دارجه كده، لما بيكون الناس مثلا مشاهير وحد ينتقد، هما متسلط عليهم الاضواء وحد يفضل ينتقد فيهم، هل ده سلوك عادي ولا دي غيبه؟ هو النقد لمين؟ للسلوك ولا للشخص؟ يعني احنا لما ننتقد عملا مشينا للمصلحة العامة لا شيء فيه، لكن ننتقده لأننا نريد أن ننتقد. وفي ناس بقت خلاص يعني ايه، يعني فاكهة القعدة انه يمسكوا صورة الناس. الفاكهة بتاعت القعدة يعني اجمل مشروب واجمل فاكهة تقدم انهم يمسكوا حد من الناس ويتكلموا عنه في غيبته، وده طبعا مش مطلوب. لكن اذا ما وجه اللوم في مجال العمل في مجال السلوك العام، خطيب بيخطب الجمعة ورأى في المجتمع كذا كذا فبينقد السلوك ده، رئيس عمل، رب البيت، الأم، وهكذا، لكن ما تبقاش أنا ماسك سيرة الناس عمال على بطال، وإن القعدة ما تحلاش أبدا إلا لما نمسك سيرة فلانة وفلانة وفلانة، ومعذرة تسمحوا لي آسف، ده يعني يشيع بين أخواتنا وبناتنا السيدات والبنات أكثر من الرجال شوية، نظرا لإيه؟ لقرب التودد بينهم ول يعني مجالسات وإلى آخره. تمام، يعني هي الفكرة إن إحنا بنعتزل بقدر، مش شرط الاعتزال، أنا أصلا هو اللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أيوة. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالظبط، حضرتك قلت القاعدة اللي هو أنا يبقى في حكمة عشان ما أخسرش العائلات. لكن ما تكونش سلبية حضرتك. ما تكونش يعني سلبية. ما تكونش هي تقدر تقول لهم ده غلط وما تقولش. تمام. لكن ممكن تقول غلط، في ناس بتاخدها تاخذه العزه بالاسم وتحصل مشكله اكبر، بتحصل مشكله كبيره جدا. هي التعاملات عايزه حكمه، عايزه حكمه. وفي ناس كتير من ادبها وخلقها وتواضعها وبساطتها ما بتحرجش الناس يعني، لكن الشرع لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. عندما ترتكب الذنوب وعندما يحدث يكون هناك ذنب مثل هذا الذنب، لا ننبه عليه وبرضه بلطف وظرف وبحكمة. يعني ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد. الله. معانا أم عبد الله، أهلا وسهلا بحضرتك معانا على التليفون. أي السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ مع حضرتك، اتفضلي. مرحبا بك، اتفضلي. أيوة يا شيخنا، اتفضلي يا ام عبد الله. انا متزوجه من مده 20 عام. تمام. تزوجت رجل كان ما يسوق، يعني ما يسوق الحال الحمد لله. الحمد لله. فالمهم اهلي ما بيحبوهوش، بمعنى اصح ما بيحبوش يعني، ولا بيحبوا اولادي ولا بيعملونا وحش، فكان ابويا موجود فكنت دايما اضغط على نفسي واخد الولاد ونروح ونزورهم، يعني انا ساكنه في الوادي الجديد وهم في مصر. تمام. فدايما كانوا يحسسونا بالاهانه ويسخطوا من ولاده، وشكلكم وحش وشبكوا وحشه ولبسكم وحش ويسخطوا مننا كده.
فكنت استحمل على نفسي وعلى الولاد ونروحه. احنا بننزل كل 3 4 سنين مثلا. بتروحوا لهم كل 4 سنين؟ ايوه، عشان احنا كنا لما بننزل احس ان الولاد مش مرتاحين من طريقه كلام اخوالهم معاهم. تمام. وطريقه كلام ابويا انا نفسه وقرايبي يعني. فكنت احاول اصل الرحم وخلاص، بس يعني ما اقتحاش على طول. بس كنا مسافه ما ننزل ساعه ولا اتنين الاقي الولاد مش مبسوطين من كتر الاهانه ليهم يعني. بالظبط. طيب سؤال حضرتك ايه يا ام عبد الله؟ سؤال حضرتك ايه؟ ماشي، احنا خدنا. فلما ابويا توفى اللي زاد وغطى بقى، لما ابويا توفى لقيتهم جماعتنا بيقولوا لي ان ابوك جاي لي، انت مالكيش حاجه في المراوغ. ليه يا جماعه؟ قالوا هو كده، احنا ما بنحبكوش وهو جاي اللي انت، لا ليك الا انت ولا عيالك. فانا جيت اقول لجوزي نرفع قضيه ومش عارفه ايه، قال الله يسهل لهم الله يرحمه. فاني وقطعناهم على كده من 2 سنين، لا بكلم امي ولا بكلم اخواتي ولا هم بيحاولوا يكلموني. فاني بحس دايما اللي اني مقاطعه، وكل الناس يقولوا كلم امك. طب انا بتصل ما بتردش، ودايما تقول لابوك قال لك انت مالكيش حاجه، انت مالكيش حاجه عندنا وما انتش واخده حاجه، انت وعيالك مالكيش حاجه عندنا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ وبتحاولي تكلميها وبتروحي لها مش بتستقبلك ولا بتفتح التليفون؟ بس انا ما نزلتش بعد ابويا ما توفى. تمام، هنرد عليكي. حاضر. انا بلوم نفسي، انا مش عارفه انا على حق ولا لا، بس انا فعلا لو نزلت برضه، لو ضغطت على نفسي ونزلت هلاقي ملاجئ قبل وش، لان عارفاهم وحافظاهم ما بيحبوناش. فاهمه قصدك يا ام عبد الله، وموقف موقف مش بسيط. انا حقي عند الله، وبرضه ارجع واقول ايه، انت يابا عملت في نفسك ليه كده؟ ليه انت دلوقتي خدت من الدنيا ايه؟ ما انا مش عارفه برضه هو اللي عمله ده، يعني حرام. ايوه. طب انت اتكلمتي مع اخواتك يا ام عبد الله؟ نفس الطريقه، على سير امي في الكلام، ابوك جاي لامك كذا واحنا ما نخلفش بعد ابوك. طيب تمام، شكرا لحضرتك يا ام عبد الله، وهنرد على حضرتك. السؤال اللي حضرتك سمعته يا شيخ محمد، فكرة ان والدها كان مش بيحبها لا هي ولا ولادها، عشان هو ما كانش حابب الجوازة دي. 20 سنة هي متجوزة، بيعاملوهم معاملة سيئة. الاب مات، الاخوات والام قالوا الاب موصي ان انت ما تورثيش، فهي بتقول مقاطعة امها واخواتها بقالها 2 سنين، جت عشان ترفع قضية، جوزها قال لها ما ترفعيش قضية واستعوضي حقك لربنا. فهي بتقول انا دلوقتي 2 سنين بحاول اكلم امي مش بترد، بس انا ما بنزل لهاش، هي في بلد تانية مش بتروح لها، انها عارفه انها مش هتستقبلها، واخواتها رافضين ان هم يشاركوها في الميراث، فبتقول اتصرف ازاي؟ يعني هو الموضوع، رحم الله والدها المتوفى، يعني كان ينبغي الكلام ده للاحياء اللي زينا اللي لسه ما رحلوش، يعني كان ينبغي الا يكون. يعني هي تزوجت حتى ولو كان الأمر على غير رغبة الأب، أب غير الأشقاء وغير الأقرباء، الأب ده يعني حاجة كبيرة جدا. المفروض كلنا بنرجو من الله عز وجل إنه يستر بناتنا، وحتى لو كانت الزيجة مش على المطلوب قوي يعني في نظر الأب، خلاص بنته ربنا سترها وربنا أكرمها، والزوج طلع ابن حلال وعاش وخلفه. لكن رحل الزوج، رحل الأب اللي هو أبو الأولاد وأبو ستنا الفاضلة. لا هو جوزها موجود الحمد أيوة لله. رحم هو رحل الأب، هو والدها رحل رحمه الله. أيوة. ووصى، الوصية تنفذ فيما يرضي الله وتنفذ فيما هو مشروع. لكن الأب قبل ما يموت يقول أنا أوصي إن بنتي دي ما تورثش، طبعا ده غلط. الاولاد الموجودين لو عايزين ربنا يغفر لابيهم يعطوا ميراث اختهم بما يرضي الله، لان الوالد الله يرحمه، ان ده دي الوصيه، الوالد الله يرحمه تسبب في توقيف شرع الله. ازاي ربنا يقول الميراث كذا 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 وانا اقول لا؟ كيف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فانا بقول لاشقائها وبقول للست الفاضله والدتها ربنا يبارك فيها، اذا كان الوالد والدها رحمه الله قسى عليها، فانت الام عوضيها قساوه الاب الراحل، واجعليها من لانها بنتك، لانها بنتك من رحمك، بنتك قعدت 9 اشهر في بطنك تكونت منك وضناكي زي ما احنا بنقول في بلغتنا المصرية، والضنا غالي. والأشقاء نقول لهم برضو الـ 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 الأشقاء فأصلحوا بين أخويكم،
وأصلحوا ذات بينكم وأعطوا الحق وقطعوا الميراث. آسف آسف، اقبلوني أقول اللفظ ده، خارب بيوت كتير جدا وخاصة في الريف، خارب بيوت، بيوت خربت وبيوت يعني نعق فيها الغربان علشان ما بيدوش الحق في المواريث. طيب شيخ محمد، لو فرضا هي هم مش راضين يتعظوا وجاي الموضوع على هواهم ومش هيدفعوا لها الفلوس، تفضل هي مقطعاهم؟ هي تقول انا موقفي ايه؟ والله هي لا في وضع لا تحسد عليه، خلينا واقعيين. ايوه، وانا بقول لها كأب يعني لو تقدري ترفعي قضيه وتاخدي حقك بالقضاء ارفعي القضيه وخدي حقك بالقضاء، لان هذا حق مشروع فريضه من الله. ولذلك في آيات الميراث في سورة النساء قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. الميراث ده أصحاب الفروض، هي من أصحاب الفروض، ولذلك علم الميراث يسمى بعلم الفرائض، يسمى بعلم الفرائض لأن الله فرضه. ففي أصحاب فروض، من ياخذون النصف ومن ياخذون الربع ومن ياخذون الثلث ومن ياخذون السدس، واخد بال حضرتك؟ ومن ياخذون الباقي تعصم الى اخر. فالابنه الزوجه اللي بتسال دلوقتي اللي توفي والدها واشقاء موجودين والست والدتها الفاضله موجوده، بقول لهم لوجه الله وتنفيذا لشرع الله وحسبه لوجه الله اوصلوا بنتكم. طيب شيخ محمد معلش تفصيلة صغيرة، هي دلوقتي قالت زوجها ميسور الحال وقال لها مش عايزين نرفع حتى قواضي. ولو طيب فرضا هي اختارت مبدأ الإحسان، هل قطيعة الرحم ان هي سنتين ما بتسألش هي على لو سامحت عليها؟ هي لو سامحت في حقها لا شيء فيه، بس تسامح بلا ضغط. السؤال ما يبقاش ده للأمر الواقع. تمام. الصلة، صلة الرحم، هل ان هي مش مامتها مش بترد عليها، هل لازم تروح لها؟ تحاول، ان في تليفونات وفي مقدمات، هي زي ما قالت وتفضلت، قالت لو رحت لها مش هتدخلني البيت. ما بتردش على التليفون. ما بقول لحضرتك ايه، حد يتوسط، هو خلاص تفضل تحاول. اليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش حد في العيله، في الجيران، في الحبايب، في الاخوال، في الاعمام، خلاص. واحنا بقينا قاعدين في جبل، كل واحد قاعد على راس جبل كده، ما في يا جماعه الخير، الخير موجود والاصول موجوده والحلول الاجتماعيه الجميله بتاعتنا موجودة. لازم اجتهاد ومحاولات. وزي ما الشيخ محمد قال ان فكرة انك ترفعي قضية وتجيبي حقك دي لا شيء فيها، ما تتعارضش مع فكرة صلة الرحم. ابدا ابدا، انت تفضلي توصلي توصلي والدتك وتوصلي اخواتك بقدر الامكان، لكن عايزة تمشي في حقك في القضاء تمشي، وهي الموضوع اجتهاد وربنا يبصرك. واسمحوا لي اوجه الشكر لزوج الاخت السائلة، ربنا يبارك في حضرته ويزيده وييسر له وجزاه الله خيرا، وهو بيرد فعلي رد عملي واقعي على انه جدير بانه يناسبه. سبحان الله. وجدير بانه يتزوج الست الفاضله دي وتعامل بالاحسان. الله يفتح على حضرتك. فده نموذج تعظيم سلام وجزاك الله خيرا، وده الرجوله ودي الشجاعه ودي الاخلاق الايمانيه والاسلاميه قبل الاساءه بالاحسان، والاخلاق اسف المصريه الاصيله. احنا كده لازم يبقى في شهامه وشجاعه وادب ورقي، والفلوس مش كل حاجه. يا احنا عندنا في الصعيد بيقولوا كلمه: يا وارث مين يورثك؟ انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون، يعني يرث الاولاد اباه ثم الاولاد يصيرون اباء وامهات فيرثهم ابناؤهم، والابناء يصيرون ويرثهم ابناؤهم، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. طيب شيخ محمد، قبل ما نطلع فاصل في الجزئيه، لو هي فضلت الامور بالشكل ده، كونها ان هي مش قادره تكلم اخواتها دي تبقى عليها وزر قطيعه الرحم؟ هي تحاول، محاولتها جهاد في سبيل الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. شيخ محمد، في ايه في القران بتقول: واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. هل ده وصف حال اصحاب النفس اللوامه؟
وهذه الآية المباركة في سورة التوبة سبقت بآيتين، علشان كده بدأت الآية وآخرون، يعني الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، والثانية وممن حولكم من الأعراب اللي هم الجماعة اللي هم تخلفوا عن الغزو في سبيل الله، وهؤلاء ذكرت الآية وآخرون، هؤلاء الآخرون خلطوا أعمالا صالحة وأعمالا سيئة، ولذلك العلماء قالوا الواو هنا بمعنى مع، وبعضهم قال الواو بمعنى الباء، يعني خلطوا عملا سيئا صالحا بآخر سيئ، أو خلطوا عملا صالحا مع آخر سيء، مع أن الكوفيين قالوا لا ما تنفعش هنا تكون بمعنى الباء ولا مع، لكن هي بمعنى الباء ومع، على أساس أنهم صنعوا هذا وذاك، لهم كانوا مؤمنين وبعدين تخلفوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فمؤمنين في نفس الوقت وعملوا حاجة مش كويسة أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من درجة أنه كما يقول ابن عباس كانوا 10 منهم أبو لبابة ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، تابوا إلى الله رجعوا وأقسموا لا يأكلوا ولا يشربوا إلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بكده ويعني يصفح عنهم، وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال وأنا لن يعني أصفح عنهم حتى يغفر الله لهم، والله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية فعفى الله عنهم، والآية اللي بعدها خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، فسيدنا صلى الله عليه وسلم هم نفسهم جاءوا وقالوا يا رسول الله تلك أموالنا التي منعتنا عن الغزو معك في تبوك فخذها وتصدق بها، فأخذ منها الثلث. فده معناته إيه؟ بعض الناس قال لك أصل دول خاصة بالأعراب اللي هم، لا لا لا، ده هي الآية عامة ليست خاصة بسبب النزول وإنما بعموم النص، ده بينطبق على الغالبية مننا الآن، عنده أعمال طيبة كتير جدا وفجأة تلاقيه راح داخل في مداخل تاني، إن تاب ورجع إلى الله يغفر الله له، بس مش معنى كده. ويمكن حضرتك في الإعداد والسادة الأفاضل في الإعداد عاملين الحديث لو لم تذنبوا و و و ما شاء الله، أنا سمعت حضرتك في المقدمة، مش إنه لأن الله تعالى غفور رحيم يبقى ده أنا أروح فاتح باب أسميه باب الذنوب عشان ربنا غفور رحيم، لا مش كده. فلسفة التوبة، ولذلك النفس المطمئنة والنفس اللوامة ما تقبلش ده، يعني إحنا بنتكلم عن مؤمن تقي ورع في حتة تانية في حتة فوق خالص، الذنوب بتقع منه غصب عنه، يعني زي واحد مش عايز يشوف منظر وإذا ماشي يشوف المنظر ده خلاص صدفته. وهناك فرق بين الخطأ والعمد، العمد ده مغفرته صعبة شوية، المغفرة الاستيكة اللي بتتمسح بها العمد صعبة شوية، عايز كل أنواع المنظفات عشان يمسح الذنب، العمد اللي هو مصر متعمد يعمل الذنب، متعمد ومبيت النية ومبيت النية، ده من الآسف من الـ يعني الـ الهطل والعياذ بالله، انه الانسان يبيت ناويا انه اذا اصبح يذهب ليعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب لما تنام، وزي ما قلنا في اللقاء الماضي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، طب وانت نايم ربنا اراد وامسك روحك ما بعتلاش للجسد، تبعث على نيتك السيئه والعياذ بالله. طب يا شيخ محمد لو الانسان في موقف هو مش مبيت النية بس في موقف ضعف مع ده اللي احنا بنقوله وقال خلاص بقى مش قادر، بس هو عارف ان هو ده اللي احنا بنقوله اذا ما وقع السيف من يده فلينفض هدومه ووقع في المعركة ويمسك سيفه تاني، يستغفر ويرجع الى الله، توبوا الى الله توبة نصوحة. والذين اذا فعلوا في سورة آل عمران لما ذكر الله تعالى صفات المتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب. أيوة، ما هو العبد ده لازم يتذكر ربنا، لازم، وأنا ممكن أنغمس في المعصية، ممكن تقع مني معصية، لسنا ملائكة مقربين ولا أنبياء مرسلين، نحن بشر، لكن ليس معنى هذا
أن يبرر الإنسان لنفسه أن يصنع الذنب بحجة أن الله غفور رحيم. ما من أدراك ومن أعلمك أنك وأنت في هذا الذنب والعياذ بالله يأتيك أجلك والعياذ بالله سوء الخاتمة. طيب شيخ محمد، في بقى جزئية في الموضوع ده مهمة قوي، فكرة حد مش متعمد لكن نفسه ضعيفة مش قادر يعمل الطاعة دي، فبيقول يا رب سامحني أنا نفسي مش قادرة أن أنا أعمل ده. لا يقدر إن شاء الله، لو صدق في نيته وصدق في عزيمته لصدقه الله تعالى في توفيقه. يعني ضعيف العزيمة ده يتقوى بالله عز وجل. يا جماعة احنا بشر وبنفكر ولينا عقلية وفينا كمية عند تدخل جهنم، فينا كمية عند ومكابرة بنستخدمها في الشهوات والملذات وفي الغلط. طب ما تستخدمها في الصح. أين أنت؟ أين عزيمتك؟ أين عقلك؟ أين آدميتك؟ أين فهمك؟ أين رقيك؟ أنت لغيت كل ده في الذنوب، بتستخدمه فيما هو آت لك من المنافع وبتلغيه وقت ما بتحب بمزاجك برضه. ما ينفعش يا جماعة الخير. طيب يعني ده يوزنه المجاهدة المستمرة. المجاهدة المستمرة، احنا بنتكلم على ناس في حتة تانية. انما السواد الاعظم من الناس اللي هو يا عم روح واستنى بس، لا، ما احنا ده مش بتاعنا، ده ربنا يهديه ويجي يدخل في الحظيرة ويدخل في الساحة الكريمة المباركة. لكن المؤمن اللي عايز ربنا بقى، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. احنا بنتكلم على العايز الاخره، العايز الدنيا ده الله يصلح حاله، يا رب يهديه ويعافيه ويشفيه ويرجعه الى طريق الله القوي. طيب حاله ان الانسان بيذنب ويرجع تاني للذنب ويتوب ويذنب ويرجع تاني، ساعه ولحظه ان يتوب يعقد العزم على انه لن يرجع ابدا. ساعه ما انا بتوب، لكن ان رجع ما هو لازم يرجع، هي كده، وربنا سبحانه وتعالى عامل المغفرة ليه. بس أنا كعبد ما أعملهاش يعني إيه استهتار، الله يفتح على حضرتك، لا، وأعملها مبرر، أعملها علية كده، أقول ما ربنا غفور، لا سيبني هروح أنا أعمل المشوار ده، ما ربنا غفور رحيم. يا عم طب ربنا غفور رحيم، نعم هو كذلك، وإلا يبقى أنكرنا القرآن. إن الله غفور رحيم، إن الله لغفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، تواب كريم، جواد معطاء، يصفح ويعفو. لكن لمن المجاهد، للمجاهد، ولمن يطلب المغفرة بصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته أي يوم القيامة استغفارا كثيرا. ومعنى استغفروا، معنى استغفر الله، استغفر، الالف والسين والتاء دول حروف استقبال واستجداء، حروف طلب. يعني مثلا ايه؟ غفر واستغفر، الله غفر، العبد استغفر، طلب المغفرة، الله يطلع حضرتك. طيب في باب رزق، انا اقول لك فلان ده بيسترزق، يعني ايه؟ يطلب رزقه، بيستطلع، يعني يطلب أن يطلع على كذا. فالألف والسين والتاء حروف الاستفعال، دي حروف استجداء، استغفر، يستغفر فيغفر الله له. لكن اللي أنا عايز أقوله برضه، والكلام للفقير إلى الله قبل حضراتكم، ألا نجعل مغفرة الله تعالى ورحمته وتوبته وعفوه وعطاءه ورضوانه وكرمه وعطفه ولطفه، ألا نجعل ذلك مبررا لأن نتوه في السيء، نستهين ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بقول لحضرتك الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم اللي حصل ذكروا الله. لكن في ناس ما بتذكرش ربنا بقى، أول ما ذكر الله على طول الله أكبر، ذكروا الله. شفت الآية وانت بتقرأيها تجسديها كده، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. الله أكبر، واحد غفلان وصحصح كده، الله أكبر، أنا فين؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وربنا يقول إيه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله أكبر.
ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني إن لم تغفر لنا فمن يغفر، وإن لم ترحمنا فمن يرحمنا. فلكن عايز المؤمن التقي الورع المهذب المؤدب الراقي الرقيق الجميل البسيط المتواضع المتعبد المحب المتقرب إلى الله المتودد إلى الله، ألا يجعل مغفرة الله مبررا ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. العلم هنا دي وهم يعلمون يعني متأكد ومتعمد. ولذلك الشيء يذكر لما تعرض القرآن للقتل أعاذنا الله وإياكم منه أن نقتل أو نقتل، يا رب أكرمنا يا رب، قال بعد ما ذكر ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الدية إلى آخر، قال ومن قال بعد ومن يقتل مؤمنا متعمدا، شفت الخطأ بيغفر أهو بالاستغفار وبالدية والعتق وإلى آخر. لكن العمد بقى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل ده عشان التعمد، علشان التعمد حضرتك. فكون سيدنا موسى يستغفر ربه، قتل بالغلط فاستغفر ربه فغفر له. عادي عادي، ده شوفي حضرتك، طالما الإنسان لم يقصد أن يخالف شرع الله، نقولها بالمفتشر كده، لم يقصد أن يحارب الله في شرعه، لم يقصد أن يمشي في طريق عكسي عكس ما أمر الله. طب هل في لم يقصد دي يا شيخ محمد يدخل فيها الجهل؟ يعني أنا ما عنديش علم، هل دي حجة؟ هو الـ 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 الجهل بالشيء له نسب، يعني الإنسان ده القطة لو خدت منك حتة لحمة سرقتها منك بتاكلها في آخر حتة، لو انت حطيتها بايدك بتاكلها تحت الكرسي او السفره او الطبليه اللي انت بتاكل عليها. صح. كلنا عارفين الكلام ده، لكن نسبه الجهل ايه؟ يعني انا بعمل على انه صح، اتضح انه غلط، يا استغفر الله ربنا غفور رحيم، بالعكس فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. اللي يتوب ويستغفر من ذنوبه وخطاياه الله تعالى من شده كرمه وعظيم عطائه يبدل السيئات الى حسنات. طيب شيخ محمد بقى الناحية التانية قبل ما نختم، فكرة ان ساعات الناحية التانية من الاحاسيس بقى، ان الانسان من كتر ما بيلوم نفسه يتقلب الموضوع لوسوسة، فاحنا عايزين نتكلم في دقيقة كده فكرة الاتزان. لا، هو الانسان عندما يلوم نفسه مش معناها انه يتهم نفسه ويروح حاطط نفسه في شرنقة وحاطط نفسه في قفص حديدي ومش عايز حد يتكلم عليه ولا كلمة ومش عايز حد، لا ده الشيخ فلان أو يجلد ذاته، ده الحج فلان، إزاي أنا أغلط إزاي، لا لا بالعكس، أو جلد الذات يا شيخ محمد إن هو أنا غلطت، كل أنا غلطت، بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، صيغة مبالغة، وخير الخطائين التوابون. المهم ما يتعمدش، والمهم لما يلوم نفسه ما يدخلش نفسه في وسوسة ومرض نفسي. لكن يخليه طبيعي معتدل، معتدل جدا. يجوز يا جماعة أي حد مننا يخطئ، أي حد، الفقير إلى الله، أي حد، أعظم الشيوخ وأعظم العلماء يجوز يخطئ، ليه لا ليه لا، لكن المهم أنه ليس هذا من عادته وليس هذا من طبيعته وليس هذا من أهدافه وليس هذا من مقاصده، وإنما هو ماشي كده راح متكعبل في سيئة، يستغفر الله تعالى ويغفر الله له تبارك وتعالى. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد ويجزيك عنا كل خير. ودي كانت يعني ملخص سريع للنفس اللوامة، وبكرة إن شاء الله هنتكلم عن النفس المطمئنة. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم، شوفكم بكرة على خير بإذن الله.